أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أمي وينك؟ ولك أمي نزلت تحت تجيب أغراض، لقيتها بغزينتها، نسيت أقفل الباب. لك لازم تحكي، لازم تسوي شيء، ما عم تحكي. لك ليش ما عم تحكي؟ احكي احكي لك احكي. بدنا نكون هي الصبارة. أوه لك حكيت حكيت لك حكيت. قولي 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 مجودة لأشوف. لك لا لا مو هيك، قولي مجودة صخيري يعني. لك حاجة تقرضيني، بدي أخطك بالأرضها. ولك هي هي الصبارة اللي بتحكي كان بدي منها من زمان. اسمع مجودة، تعال أقول لك، هي خربانة ما عم تشتغل، هات أصلح لك إياها وبس تصيب أرجع لك إياها. ماشي بس أرجعي إياها بسرعة، بترجع أمي هاد بدي أرجعها لغزيني أرحق ألعب فيها. خي إيه هات أول شي عندي لأشوف. بقى هذا أنت، بقى هذا أنت يا ملعونة اللي خليتي أمي تعرف عنا كل شي. عارفين انه اسم امك شرشبيل؟ جابتك فيه يا عم كرش. خلاص الضحك استاذ، وانت يا حلوه اذا بدنا تبقى اصحاب واحباب هي كلمه ام كرش تنسيلي اياها طاوه، فهماني؟ طيب بس خلاص تركك منها هلا، تركك منها وركزي معي بقى هلا. يخرب بيتك على هالزين. بس حلوه عجبتيني وليك، اصبري علي شوي، اصبري علي شوي راجع لك. شوفي هلا امك جايبه هي الصباره عشان تتنصت علينا، حيث تطبل الخزينه، نحن هلا ايش بنعمل؟ نعمل حالنا على اساس ما شفنا شيء طاول، بنكمل مع اللعبه للاخير بس رح نقلب عليها والصباره كمان. اي وشلون بقى هيك؟ فهمنا. ولك يا غبيه ركزي معي شوي، هلا امك مش شو جايبه هي الصباره؟ عشان تتنصت علينا، نحن هلا حسينا عليها بس رح نعمل حالنا على اساس ما لنا خبر، بنرجعها للخزينه وبنكمل مع اللعبه على الاخير، بس شو؟ رح تقلب القصة عليها، يعني رح نصير نحن اللي رح نتنصت عليها. بس على فكرة أول شيء لازم تكون الصبارة هي موافقة. لا ولو ليش أنا بقدر على زعلك؟ لك تكرم عيونك. ها خدي هاي البوسة. آخ يا قليلة الأدب يا رخيصة يا زبالة يا سافلة. في تركك منا وفكر معي هلا، شلون بدنا نبلش؟ اسمعوا مني وافهموا بالضبط ايش رح نعمل، اسمعوا بس قبل ما نبلش، لحد الان اللي عم شوف الفيديو وماله حيطة لايك ممنوع، ضغط لايك، اشتركوا بالقناة، حبايب قلبي بدنا نوصل على 300,000 بأسرع وقت، يا أحلى متابعين عبيدة بكل اليوتيوب، بدنا نوصل على 300,000 بأسرع وقت ممكن لحتى أصير أنزلكم أجزاء أكثر عن الصبارة، فكلياتكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة وانتظروا الجزء اللي بعده، وأنتوا تفضلوا معي تفضلوا. بس شفتي الخطة كتير سهلة ومحكمة، أنا رايح أعطي الصبارة لمجودة حتى يرجعها محل ما أخذها لحتى أمي ما تحس طاوبة، عملي حالك نايمك وراجع، قربت أمك ترجع لأنه. يا طيري يا طيري يا حمامة. يو كأن العالم كله تنايمة للساع، وينكن يا ولاد؟ ورح وينكن يا ولاد؟ لا يا على اساس نايمين مو؟ يخرب بيتكم من حالكم، لك فيو صار عصر ايمت كنتم مو نايمين؟ لحظة انا ليش عم بفيقون؟ خليهم نايمين، خليني اول شي اروح اشوف الصبارة ايش صار فيها، خليكم نايمين عين تطرقكم. قولك شلون الحلو، قولك شلون الحلو، بدك مات وخزينة أبريدة حشتك هون بالخزينة بس مشان ما يحسوا عليك الملعين ولادي يخرب بيتهم من حالهم. خليكي هلا انت هون، انا رايحة على المطبخ اعمل لي كاسة شاي عشان نشرب على رواق، بعدين بخطط انا وياكي ايش بدنا نعمل اليوم، اتفقنا؟ خليكي هون طلعي صوت. جاهزة؟ ولك يلا يلا ايش بدنا نستنى للساعة يلا. يوم لي ويوم عليك تارت تارت مش كل يوم معاك، يوم ليك ويوم عليك تارت تارت مش كل يوم معاك، بكتر سكر العين تطرق مشان ايش كل هيك هيك حاجين. ده جالك يوم تنسى فحن النوم وتقول مظلوم، هقول لك قوم
اذا اولادنا يمين ما في غير البيت مين سرق لي ايش الصوت طلع ولي قرب الله واحد قرب الله واحد قرب الله واحد ما في حدا من اولادنا عم يطلع الصوت لا بتاذونا من اذيكم لا بتاذونا ولا من اذيكم لا بتاذونا من اذيكم ايش بدك مني والله لما عملت شي ولي وينك حاضر حاضر بطع مباشره مباشره بطع اذا مشكلتكم مع الشاي خلاص ها ما عاد بدنا شاي طويل بس اعصبوا انتم ليش عم تطلعي؟ عفريت عفريت جن جن يا ناس يا عالم طلعت عبادة طلعت 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 يا عيني عليكي وانتي يلا نكمل لك دقيق ربي انا ولك انا وين حطيت الشوايه يس دخلت جوا جاهزه اي طبعا جاهزه ولك سدي بوزك يخرب بيتك لسه ما بلشنا بدك تفضحينا شوي شوي اهدي شوي شوي يلا واحد اثنين ثلاثه روحي له ولك وين الشاشه خالو يرضف يرضف اليوم ايش في مين صرخني مين وانت وعطت معلس كمان إلا شكلك أنت جني مزوح كتير جاي تمسح معي أقسم بالله العظيم إذا بتقرب علي مستويتك فالخفافة هي بابوجي مو معي بأشوف أنت لك لا لا مو هيك يا غبية لازم تصدق إنه في عفاريت وتهرب إيش عملت إيش عملت ما في غيرك لازم أشوف الكتاب قدامك خليها ترتعب قولي قولي لك هالبو كان برا الشرفة هون معناتها صح انا ما تهيألي معناتها في حدا تبدلني معي هون جل جل عفريت قولي دخيلكم دخيلكم قولي قولي جل جل عفريت 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 وراك لسه ما شفتي شي وحياتي هيك وانتي دخيل ربك قولي قولي عفريت 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 يرضف يرضف وراك اشبه وراك اشبه الصاير المبادة اشبه وراك الكتاب 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 في حدا شرفه على يعرف صوحتي فضضة جن 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 عفريت حدا قرب مني طاول ولك جنة مسكينة ولك جنة مسكينة يا لطيف ايش عملتوا معها ولك ايش عملتوا معها ولك ايش عملتوا معها ولك ايش عملتوا مع المسكينة حتى جنيت يا يوم يا يوم عبادة دخول لك دخول راحت دخول دخول ولك انت ما شفت ايش عملنا لك فيها كله بفترة الحلوة هاي ولك دخيل ربك الفترة اللي جاي رح نعمل فيها مقالب يا يوم على الله ايه ولك دخيل حشاكيلك كلياتهم يا احلى صبارة بالعالم كله وعم تتغزل فيني كمان ولك طلعت طاول واطية وسافرة بوتاتن بوتاتن الفترة الجاي بدنا نجننها بدنا نجننها فهماني هس هس ولا كلمة يخرب بيتك شوي تانية طبقاته لحتجي ولا كلمة انا رايح استنى امي لحتى تنام لحتى اكمل فيها المقالب وانتي لسانك بده قصة تلات ارباعه يا لطيف ايش عم بصير لا لحظه انا وين سمعانه هي الضحكه هي الضحكه سمعانه وين صبر صبر انا شلون نسيتها يخرب بيتك كله من ورا صوتك وضحكتك هي بقى تعرف تضبيها لسانك ايش بدنا نعمل هلا ليك موجوده موجوده ومطفيه شلون عم تحكي وهي مطفية؟ لو متلبسة جني؟ متلبسة عفريت وليك؟ ايش كنت عم تحكي؟ ايش كنت عم تقولي يلا؟ متلبسة جني احكي قولي. نعم متلبسة جني شو متلبسة جني كمان يا بعرف. متلبسة جني متلبسة جني عفريت عفريت جن 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 عفريت. ولك الشهاد؟ ولك شلون؟ انت بو كنت هون بعد هنيك تنتين شو تنتين؟ ولك نحن هون حتى ناخذ روحك يا بقرة شو؟ روحي؟ جن عفريت؟ متلبسة عفريت؟ أكيد راسي 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 الحمد لله الحمد لله حلم حلم طلع حلم ألف حمد وشكرك يا رب صبارة صبارة ليكي
الصبارة ليك الصبارة بيك وسيكتي بيك وسيكتي ولك يا عيني عليك يا عيني عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. زهر نيح تأكدت نيح تأكدت طال حلم حلم. الحمد وشكر لك يا رب الحمد وشكر لك يا رب. أصلا ما في صبارة تقدر تحكي لحالة ما بصي شلون بدي تبس جني ولا عفريت. رجع كمل نومتي أحسن شي. شو هاد؟